صباحنا غير، وهو يعلم بكتير، بجذب كتير من الناس. وخاصة آخر شهر سنة يا زينب، آخر شهر بالسنة، يعتبر علم الفلك من العلوم الحديثة المنشأ، وإنما هو يعتبر من العلوم القديمة، فهو معنه حديث المنشأ يلي أسسه واشتغل فيه العلماء قديما، حيث تطور هذا العلم على مر العصور والأزمان إلى أن وصل إلى ما وصل إليه بزماننا هذا. ومع التطور للحديث أكثر عن علم الفلك، بصرنا نرحب بالاستوديو بالسيد عبد العزيز سنوبر، نائب رئيس الجمعية الفلكية. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك، يسعد ينعاد صباحكم، عليك. يسعد يسعد صباحكم كل صباحك عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب. يعني بما انه عم نحكي عن علم الفلك ونحن بآخر يمكن ايام هالسنة، خلينا نحكي شوي، نعطي لمحة عن علم الفلك. طبعا هو بآخر السنة دائما، يعني قصة الفلك بتصير حديث الشارع دائما، فالحقيقة نحن بدنا نفرق بين علم الفلك وفن التنجيم والأبراج. علم الفلك طبعا هو علم قديم جدا، من وقت الناس بلشت تشوف النجوم. طبعا من اول ما خلق الانسان نظر للسماء، لهالمشاهد الجميله في السماء، هالقناديل الربانيه الرائعه. فعلم الفلك من نشاه الانسان بلش يتفكر بالسماء وبهالنجوم والكواكب اللي عم تدور، فبدا التفكير انه شو هاد. هون بدا علم الفلك. علم الفلك هو علم له قوانينه الرياضية والفيزيائية الثابتة، يدرس حركة الكواكب وأقمارها توابعها، يدرس حركة النجوم، كافة الأجرام السماوية وفق قوانين ثابتة ومحددة ومعروفة. هذا اللي بفرقه شوي عن فن التنجيم اللي احنا بدنا نعرج عليه يمكن شوي ثاني. علم الفلك علم قائم بحد ذاته. علم الفلك هو الحقيقة من أهم العلوم اللي وصلتنا هلأ للتطور التكنولوجي الرائع اللي احنا واصلين له، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الاتصالات. من المعروف أن موضوع الاتصالات هو أكثر يمكن شيء بالعلم اتطور بالعلم الحديث، أنه بالخمسين سنة الأخيرة القفزة العجيبة كانت بموضوع الاتصالات. علم الاتصالات إلى ارتباط كثير كبير بعلم الفضاء والفلك فيما يتعلق بالأقمار الصناعية ونقل هذه الإشارات عن طريق الأقمار الصناعية. فعلم الفلك يلامس حياتنا اليومية، له الفضل الكبير بكثير من التطور والتكنولوجيا اللي احنا عايشينها هلا الحياة. نعم، بس يمكن نحن عم نشوف ظواهر عم تأثر على الجو، عم تأثر على الناس، على النفسية، بعيدا عن التنجيم. نحن نعم أكيد ما عم نحكي على نعم هدول التفاصيل، بس في عوامل فلكية أو جوية هي بتكون مضادة للنفسية ولا للعيش الصحيحة. الحقيقة انه علم الفلك شوي يمكن مظلوم بهالناحية، يعني بيقولوا انه اذا صار زخات شهب مثلا او ما بنسميه نحن الهطل الشهابي رح يكون له تأثير كبير على الانسان، سواء على نفسيته او على الاتصالات او على الدمار اللي ممكن يحصل على سطح الارض، او كتير بيحكوا عن الرياح الشمسية وتأثيراتها على الانسان، او بيحكوا عن القمر شو ممكن يأثر على الانسان وعلى حالته النفسية. الحقيقة الرياح الشمسية شغلة ظاهرة معروفة، إنه في شيء اسمه انفجارات شمسية بتؤدي لرياح شمسية بتخلينا نشوف الشفق القطبي بمنطقة القطبين بألوانه الرائعة، ما لها أي تأثير أبدا على الإنسان وعلى صحته ولا على نفسيته. هي لها تأثير ممكن على الاتصالات والأقمار الصناعية وأي شيء بيشتغل بالأمواج، لأنه هي عبارة عن جسيمات مشحونة قادمة من الشمس، ممكن تأثر على الاتصالات، ممكن تأثر على الجو، ولكن ليس الطقس اللي نحن بنلمسه يوميا. يعني ما بتأثر على فصل شتاء معين أو على فصل صيف معين. الانفجارات الشمسية ونشاط الدورة الشمسية بيأثر على المناخ بشكل عام. يعني نحن الدورة الشمسية معروفة إن مدتها 11 سنة، لما بيكون في نشاطات شمسية عالية عنا ممكن المناخ العام يتأثر بارتفاع معين بدرجات الحرارة، أو بالعكس إذا ما كان في كتير نشاط شمسي ممكن تنخفض الحرارات قليلا. ولكن انه يكون تأثير مباشر على الطقس، والله بهذا الشهر صار انفجارات شمسية، اذا رح يصير عندنا ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، هذا الشمس بريئة منه الحقيقة. هي بعض الاخطاء العلمية اللي الناس بتوعى فيها، اذا صار انفجار شمسي مو معناها انه ثاني يوم رح ترتفع عندنا درجات الحرارة. نعم صحيح. خلينا نحكي لك، عن عم نشوف آخر السنة كثير من المنجمين المتنبئين بيتنبؤوا طبعا أبراج و
توقعات للأشخاص وتوقعات عامة. خلينا نحكي عن الحقيقة العلمية للأبراج. يا ريت السنة الكل اتفقوا، كل حدا بيقول كل حدا شكل. طبعا برافو، يعني انتم بدأتوا انه يا ريت اتفقوا. كنا مستحيل يتفقوا. لما يكون علم وله قوانينه الثابتة فالكل بده يكون متفق عليه. اما لما يكون فن رصف الكلام وصف الكلام والفراسة والذكاء والقدرة على ابتكار العبارات الجميلة اللي ممكن تلامس حياة الناس، أو أحياناً العكس، العبارات اللي ممكن تخلي الناس تصاب ببعض الإحباط، هذا فن التنجيم. الحقيقة التنجيم فينا نسميه فن أكثر ما نسميه علم، لأنه لحد الآن لم يثبت وجود قانون رياضي أو فيزيائي لما يسمى أو ما سموه علم التنجيم. لذلك نحن نسميه فن التنجيم. فن التنجيم أي إنسان بالأساس قادر على أنه يقوم بهذا الشيء إذا كان عنده سرعة بديهة، ذكاء، عنده قدرة على صف الكلام بشكل منمق وظريف. طبعاً أنا ما عم بحكي عن حدا من المنجمين، بحترمهم كلهم، ولكن التنجيم ببساطة هي الوسائل تبعه. في الأبراج، مثل 12 برج إنه بيصنفوه. برافو. هلأ نحكي عن الأبراج، إنه كيف صارت الأبراج. نحن السماء عنا مقسمة وفق الاتحاد الدولي للفلك ل 88 كوكبة. 88 كوكبة، بقصد الكوكبة هي مجموعة من النجوم موجودة بمكان محدد تعطي شكل محدد. يعني كوكبة من الكوكبات إذا رسمناها على ورقة أو وصلنا بيناتها بتعطي شكل مثلا مثل العقرب، أو بتعطي شكل مثل الدب، أو بتعطي شكل مثلا مثل الفرس، فسميت بناء على ما تشبه. فالاتحاد الدولي للفلك قسم السماء ل 88 كوكبة. هلأ من هال 88 كوكبة في عنا 13 كوكبة سميت الأبراج، لأنه الشمس بتمر بالمسار تبع هالكوكبات هي. فهنا الحقيقة الأبراج، إذا نحن بنسميهم كوكبات، خلينا الاسم الشائع هو كوكبات وليس أبراج، ولكن سميت الأبراج لأنه الشمس بتمر فيها. فالمنجمين بيجوا بيحكوا أنه عنا 12 برج نحن، اللي هن معروفين، الحمل والثور والسرطان والميزان والعقرب، مجموعين ببيتين شعر اللي بيحب يعرفهم مشان يحفظهم بسرعة. فالمنجمين بيقولوا انه عندنا 12 برج. عدد الأبراج الصينية. الأبراج الصينية ممكن إذا معنا وقت كمان نعرج عليها. فبيقسموا السنة ل 12 شهر، كل شهر برج. كل شهر برج، الحمل شهر، الثور برج، السرطان برج، اللي هو شهره مثلا. تماما. هلا الفكره اذا نحن بدنا نجي للبرامج الفلكيه ونشوف الواقع، ارض الواقع شو بتقول. ارض الواقع بيقول انه ما في ولا برج اولا مدته 30 يوم. الابراج كلها مقسمه 30 يوم 30 يوم على عدد اشهر السنه. الحقيقه ما في ولا برج من الابراج ابدا مدته 30 يوم. في عندنا برج الجوزاء او التوأمان مدته 29 يوم. في عندنا برج العقرب مدته 8 ايام، برج العقرب فقط 8 ايام. برج العذراء برج العذراء مدته 45 يوم. يعني شو بقصد مدته 45 يوم؟ تتواجد الشمس في هذا البرج، في هذه الكوكبه لمده 45 يوم لحتى تنتقل للكوكبه اللي بعدها. برج العقرب فقط 8 ايام. هلا في برج رقم 13 اللي هو المنجمين ما بيعترفوا فيه، اللي هو برج الحواء. كل شيء ناس مواليدها بين 29/11 و17/12، نعيد التاريخ، من 29/11 ل17/12، هدول ما عندهم برج يقرؤوه، هن برجهم الحواء. فكروا حالهم الجدي، هن الحواء. لا، هن فكروا حالهم القوس. يعني انا من هالمواليد، انا مالي برج انا مالي برج اقرأه. فبرج الحواء يعني كان الاولى بالمنجمين اذا بدهم يحذفوا احد الابراج يحذفوا برج العقرب وليس الحواء. العقرب 8 ايام. لا اذا بتريد استاذ هي هاني بحق. طيب، في 2% من الناس من مجموع سكان الارض غير معترف بالبرج تبعهم. انا منهم. اذا بين 29/11 ل17/12 في عندنا برج اسمه الحواء غير معترف فيه، تمر الشمس فيه لمده 18 يوم. اذا الابراج 13 وليس 12. بالابراج الصينيه اللي سالتك عنها ليا، شو صحتها كمان؟ رح نجي على الابراج الصينيه، بس نعرج دقيقه انه نشوف شو تاثير الابراج. يا ترى فعلا في تاثير ولا لا؟ نحن حكينا انه السماء 88 كوكبه، من ضمنها في 13 برج. طيب ليش نحن ندعي انه هي الابراج هي فقط اللي بتاثر على الناس و88 كوكبه كلهم ما بياثروا، او ما بقي من 88 كوكبه؟ ليش بس هدول الابراج بياثروا؟ يقولوا لانه الشمس بتمر بالمسار الظاهري للابراج. الحقيقه انه الفرق بالمسافة بين الشمس وبين الأبراج أو الكوكبات فرق هائل. الشمس تبعد عن الأرض 150 مليون كيلومتر، بينما هي الكوكبات تبعد بالسنوات الضوئية بضع سنوات لآلاف لعدة آلاف من السنوات الضوئية.
يعني الشمس 150 مليون كيلومتر، أقرب نجم ملتهب للأرض يبعد 4 سنوات ضوئية حوالي 38 تريليون كيلومتر. فالفرق شاسع، نحن بنشوفهم مع بعض ولكن الشمس أقرب بكتير من باقي الكوكبات والأبراج. فهالتأثير المزعوم هو تأثير، الحقيقة لحد الآن لم يثبت وجود أي تأثير للكوكبات أو الأبراج على حياة الإنسان أو مستقبله. في طبعا عدة أدلة، من ضمن الأدلة عملوا دراسة سموها متلازمة التوائم على 234 توأم، 234 توأم درسوا حياتهم، درسوا صفاتهم، درسوا مستقبلهم. كل واحد شكل التوائم خلقانين بنفس اللحظة، فالمفروض تكون إذا في إذا أبراجهم نفسها، فالمفروض يكون تقريبا مستقبلهم قريب من بعض، تكون مواصفاتهم قريبة من بعض. الحقيقة لم يوجد أي تقارب إلا بحالات مصادفة، مثل ما بتنوجد بأي أخين مثلا أو حتى أي صديقين، ممكن نلاقي صفاتهم قريبة من بعضهم ما لها علاقة بتاريخ الولادة. فالحقيقة حتى الآن لم يثبت وجود أي رابط بين برج الإنسان وبين صفاته أو أنه نقدر ندرس مستقبله. فهي صارت حقيقة علمية دامغة ولا شك فيها أبدا، ولكن لحد الآن الناس بتحب تسمع مستقبلها، بتحب تسمع شيء عن أبراجها. الحقيقة العلماء النفس بيقولوا أنه هذا تأثير نفسي، يعني الإنسان لما بيقرأ برجه الصبح قبل ما يطلع ممكن يتأثر فيه نفسيا. صح. فإذا أرى أنه والله أنا اليوم تماما بالضبط، يعني إما بيعطيه تفاؤل فهو بيحاول يسعد نفسه بقية النهار. عندكم مرض، ما هو جو غريب أصلا، يعني كل العالم مرض. تماما. هلأ إذا بدنا نعرج على الأبراج الصينية، الحقيقة الأبراج الصينية مختلفة اختلاف كلي. الأبراج الصينية هي إن 12 برج ولكن كل سنة برج معين. يعني هنا بيقولوا أنه في طاقة تسري بالكون، هاي الطاقة كل سنة تسري لمدة عام كامل تماما، فسموا الأبراج أو ما قسموا السماء طبعاً للحيوانات على أسماء حيوانات. طبعا التسمية إجت من أنه اختاروا حيوانات تشبه بمواصفاتها مواصفات موليد هاي الأبراج. فسموا الفأر، سموا الثور، سموا الكلب، سموا الأفعى، التنين، الحصان، فهي الأبراج الصينية. ولكن اللي بده يشتغل على الأبراج الصينية كل 12 سنة بيطحظه مرة أنه عنده برجه، هاي السنة كاملة هي لبرجه. نعم. فهي باختصار الأبراج الصينية. بس قبل ما نختم إجانا يمكن عم يقولون زملائنا اتصال، بس استفسار عن برج البرج الأخير، برج 13. نعم. حواء، خلينا نعرف بس صفاته على السريع. طبعا نحن كجمعية فلكية أساسا لا نؤمن بأنه الأبراج إلى صفات محددة، لذلك ولا نفقه فيها. يعني نحن ما بنقدر نقول والله هاي هذا البرج له هي الصفات، بس بقدر أعطيك مثال أنه برج العذراء، يقولوا عن برج العذراء أنه أصحاب برج العذراء هن أصحاب شخصيات ضعيفة. أحد العلماء ساوى دراسة على هاي النقطة بالذات، اكتشف أنه في وجود أكثر من 16500 عالم من مواليد برج العذراء وأكثر من 6500 سياسي من برج العذراء. إذن الدراسة اللي قالت أنه مواليد برج العذراء أنه ضعاف الشخصية هي أساساً دراسة باطلة. معناتها من اسمه حواء يمكن هيك يتمتع بالأنوثة، خلي المتصلة يمكن تتفائل شوي. لا الأستاذ من مواليد الحواء. كمان؟ أنا برج الحواء. كمان برج رقم 13. بتحكى بتحب كمان وبتقدر المرأة، يعني كمان فيها وجه إيجابي. ممكن. يعني هي الصفات الإيجابية المفروض تتواجد عند كل الناس، مو عند مواليد برج محدد. صحيح. الحقيقة إذا بدك تاخدي مني كلمة صغيرة، إنه أحياناً مواليد اللي يولدوا في الصيف يقولوا انه هذول هن مو مرتبطين بالبرج، ولكن في بعض الدراسات تقول انه المواليد اللي يولدوا في الصيف بتكون الام معصبه، بيطلعوا المواليد الاولاد شوي او مواليد هذا البرج شوي عصبيين، بعكس الشتاء ممكن يطلعوا هادين. نعم. فهي لها علاقه بنفسيه الام وطبيعه الطقس في الوقت. صحيح. الوقت اللي ولد فيه الانسان. مزبوط. وليس البرج اللي ولد فيه الانسان. مهم سنه مباركه على كل الابراج وعلى كل الناس، وان شاء الله ما حدا لا بيتعب، وبيكون دائما الشمس هي احسن شيء. ما الشمس ولا القمر؟ القمر. ما القمر احلى. القمر يكون بكل الابراج الناس. شكرا كثير وينعاد عليك. شكرا لكم كل عام وانتم بخير. شكرا لك وعلى كل المعلومات العلميه اللي اعطيتنا اياها وفتنا فيها. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا كثير لك.